السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخوكم مثنى اللامي من جي اس ام ميديكال ايديوكيشن، مستمرين وياكم واليوم راح أتكلم عن البايل. في المقدمة راح أتكلم عن البايل اللي هو السائل الصفراوي اللي موجود في المرارة بشكل عام، ومن ثم أتكلم عن أهم وظائف البايل، وأيضا أتكلم عن بعض الحالات اللي تكون مرتبطة هذا الموضوع. طبعا اللي متابع الحلقات ذكرت عندما تكلمت عن حلقة البايلاري سيستم أو البايلاري تري، حكيت عن البايل أيضا ذكرته، ولكن بهاي الحلقة شوية إن شاء الله نتعمق بتركيب البايل ووظائفه وبعض الحالات بشكل أعمق. طبعا البايل ذكرت إنه هو سائل أخضر مصفر أو أصفر مخضر، لذلك يسمونه السائل الصفراوي اللي موجود في المرارة، يخزن في المرارة اللي هي الجال بلادر أو تسمى أيضا كيس الصفراء أو الكيس الصفراوي. البايل هو ليبيد ريتش هيباتيك سيكريشن، إذن يكون غني بالليبيد هيباتيك سيكريشن لأنه هو ينفرز من الكبد، من الهيباتوسايت خلايا الكبد. شنو هو مكوناته؟ متكون، قلت المكون الأساسي اللي يؤدي وظيفته الأساسية للبايل هو البايل سالت. هذا البايل سالت شلون تتكون؟ البايل سالت تتكون بعملية الكونجوكيشن. كونجوكيشن شنو هي؟ عملية دمج أو ربط أو يعني إذا صح التعبير تماسك أو ترابط لشيئين أو لجزيئتين. فهو البايل سالت يتكون من الكونجوجيشن، من دمج أو اندماج البايل أسيد مع الجلايسين أو تاوري. بعد ما يرتبط البايل أسيد مع الجلايسين أو تاورين أو تاوراين، راح يخلي البايل سالت شو تصير؟ ووتر سولوبل. ووتر سولوبل تكون ووتر سولوبل. وكذلك ايضا مكونات البايل، بايل سالت، فوسفوليبيد، كوليسترول، بيليروبين، ووتر اند ايونز. البيليروبين يتكون بعد ما تحصل عملية البريك داون، تكسر او تحطم جزئيه ماذا؟ جزئيه الهيم. الهيم اللي موجوده وين؟ بالهيموغلوبين اللي موجود بالريد بلاد سيلز. بعد ما يصير نعرف انه خلايا الدم الحمراء بعد 120 يوم يحصلها موت طبيعي، تموت تتحلل، فراح ينفصل الهيموغلوبين، والهيموغلوبين ينفصل منه الهيم، والهيم ينفصل منه البيليروبين بعمليات عديدة. إن شاء الله الحلقة القادمة إذا الله سهل تكون عن البيليروبين بشكل مركز. إذن البايل هو السائل اللي ينفرز من الكبد ويخزن في الجال بلادر في المرارة، يتكون من بايل سالت، فوسفوليبيد، كوليسترول، بيليروبين، ووتر اند ايونز. البايل سالت يحصل هي بايل اسيدز حاصل لها اندماج او كونجوجيشن للجلايسين او تاورين او تاوراين، وهذا الشيء هذه الكونجوجيشن او هذا الاندماج او هذا الترابط يخليها ووتر سولوبل. الريت ليميتنج ستيب بالبايل اسيد سينثيسيس، عمليه تكوين البايل اسيد العمليه بها rate limiting step، لازم تعرف اسم الإنزيم بهاي العملية، اسمه كوليسترول 7 alpha hydroxylase catalyze. كوليسترول 7 alpha hydroxylase catalyze هذا هو ال rate limiting step of bile acid synthesis enzyme. كوليسترول 7 alpha hydroxylase catalyze. عملية الإفراز للبايل وطرحه اللي يكون إلى الدودينوم مع البنكرياتيك جوس
ساعد بها انزيمز، وذكرتها في احدى الحلقات، حلقه بالتحديد حلقه الجاسترونتستينال سكريتوري سبستانسز. هذه السبستانس او هذه الهرم الانزيمات عفوا هي سكرتين، يسوي او يعمل ستيمولايشن المن، يحفز الداكت مال خلايا الكبد على افراز البيليروبي. اما الجالب لادر يتحفز من خلال السي سي كي اللي هو كوليسيستوكاينين، يحفز الجالب لادر، يسوي لها او يعمل لها كونتراكشن، وبالتالي يطرح البايل من خلال البايلاريتري ومن ثم الى الدودينوم. الدودينوم يحصل له ستيمولايشن من خلال ايضا سي سي كي وكذلك السكرتين. والبنكرياس، لانه نعرف انه البنكر القناة الصفراوية وقناة البنكرياس مرتبطات، وكون انه الامبولا او فادر اللي هي هنا بالدودينوم ايضا تتحفز من خلال يحصل لها ريلاكسيشن من خلال سي سي كي. اذا السي سي كي يسوي كونتراكشن لل جالب لادر وريلاكسيشن للسفينكتر اوف اودي، للسفينكتر اوف اودي بالتحديد. اذا سكرتين يحفز الليفر على افراز البيليروبي، العفو افراز البايل. السي سي كي يسوي او يعمل كونتراكشن للجالب لادر. الدودينوم يتحفز من خلال السي سي كي والسكرتين اثنينهم، وكذلك السي سي كي يسوي او يعمل ريلاكسيشن للسفينكتر اوف اودي اللي موجود بالدودينوم، وبالتالي يطرح البايل. شنو هي وظائف البايل؟ ذكرت الايمالسيفيكيشن، وظيفة البايل ايمالسيفيكيشن. ايمالسيفيكيشن هي هضم وامتصاص الليبيدز اند فات سولوبل فيتامينز. يا هن الفات سولوبل فيتامينز هي ايدك اي دي كي اي فيتامينز، اي دي كي اي ار شنو فات سولوبل فيتامينز. ايمالسيفيكيشن هي الوظيفة الاولى والمهمة جدا، ويقوم بها بالتحديد البايل سالتس اللي مكونة من البايل اسيدز اللي يحصل لها كونجوكيشن للجلايسين او التاورين او التاورين، وهذا الشيء يخليها ماذا؟ واتر سلوب. كذلك كوليسترول اكسكريشن، يقول لك بوديز فيرست مينز، بوديز فيرست مينز اوف اليمينيتينج ماذا؟ كوليسترول. انه اهم او اول مصدر او سورس او مكان في الجسم يطرح من خلاله الكوليسترول. الوظيفة الثالثة انتي مايكروبيال اكتيفيتي، شلون؟ لانه البايل يعمل ديستربشن للممبرين اوف ذا ماذا؟ ذا مايكروبس، ديستربشن للممبرين اوف ذا مايكروبس. اذا emulsification او digestion on and absorption of lipids and fat soluble vitamin. cholesterol excretion و antimicrobial activity. هذه اهم وظائف البايل. ما هي بعض الحالات المرتبطة؟ اوضح بعض الحالات، مثلا انه نقصان الابزوربشن مال من؟ مال البايل سات بالامعاء، بالتحديد بالديستال اليوم، في حالات مثلا شورت باول سيندروم وكذلك شورت باول سيندروم وكذلك كرون ديزيز، هذا يؤدي الى ماذا؟ يمنع العمليه الطبيعيه، بريفنت نورمال فات ابزوربشن، يمنع العمليه الطبيعيه لامتصاص ماذا؟ الفات او الدهون. هذه الصوره توضح مثلا الشورت باول سيندروم. نعرف انه اي عملية تجرى على الامعاء وتسبب او تتطلب ازالة جزء من الامعاء، هذا يؤدي الى قصر طول الامعاء، هو هذا الشورت باول سيندروم. لكن يختلف القصر والجزء اللي يزال حسب نوع العملية، وفي الغالب مثلا في حالات الكانسر تتم ازالة الجزء معين من الأمعاء. مثلا في هذه الحالة إليو كولونيك أنستوموزيس، إنه ترابط بين الإليوم جزء من الأمعاء والكولون، فهنا
هنا يكون ايضا جزء من الامعاء يزال. اما جوجينو كولونيك انستوموزس جزء اطول مقارنه بهذه الحاله يزال، وهنا جزء كبير جدا من الامعاء يزال بحاله الاند جوجينوستوم او جوجين اند جوجينوستوم. هذه الامور تؤدي الى قصر الامعاء، وقصر الامعاء يؤدي الى خلل ماذا بالابزوربشن مال الفات. ليش؟ لانه ماكو مساحه كافيه. ايضا في حاله مثلا الكرون ديزيز، كرون ديزيز هو هذه صوره موضحه اكثر، انه يسبب ضرر كبير بجدران الامعاء، ضرر كبير بجدران الامعاء، هذا بسبب الانفلاميشن بجدران الامعاء، وبالتالي يمنع العملية الطبيعية لامتصاص ماذا الفات. هذا هو هو بالبداية يمنع او يقلل امتصاص ماذا البايل ساتس بالتحديد اللي هي من البايل، وبالتالي يمنع الامتصاص الطبيعي للفات بحالتي. طبعا هاي الحالات على سبيل المثال، توجد حالات اخرى بكل تأكيد، مثلا بحالة الشورت باول سيندروم او سيندروم، وكذلك بحالة الكرون ديزيز. الحالة الاخرى هي انه الكالسيوم بشكل طبيعي، الكالسيوم يرتبط المفروض ويا من؟ ويا الاوكزاليت. لكن اذا ارتبط باينز فات انستيد، اذا الكالسيوم ارتبط مع الفات بدلا ما يرتبط مع الاوكزاليت، هذا يؤدي ماذا؟ انه الاوكزاليت راح تكون فري، حرة، وراح يحصل لها امتصاص من خلال الجات، وهذا يؤدي الى ماذا؟ الى زيادة الشسم نسبة increase frequency of calcium oxalate kidney stones. اذا بشكل الطبيعي لازم او المفروض الكالسيوم يرتبط مع الاوكزاليت، لكن اذا ارتبط لاي سبب ما، اذا ارتبط الكالسيوم مع ماذا الفات بدلا ما من الاوكزاليت، راح يؤدي الى انه فري اوكزاليت ماذا از ابزوربد باي جات، وهذا الشيء امتصاص الاوكزاليت من خلال الامعاء يؤدي تو انكريز فريكوينسي اوف كالسيوم اوكزاليت كيدني ستونز، يؤدي الى زياده نسبه او احتماليه حصول الكالسيوم اوكزاليت كيدني ستونز. هو نوع من انواع حصى الكليه، حصى الكليه، هذا شكل الاوكزاليت ستون، قد تحصل في اي مكان من الكدني وفي اي كدنيك، سواء كانت الكدني اليمنى او الكدني اليسرى. هذه هي شكل الاوكزاليت كدني ستونز. هذا كل اللي عندي في حلقه اليوم. اتمنى الحلقه كانت سهله وبسيطه، وانصحك وافضل انه تراجع علاقه البايلر تري او البايلري ستراكتشر، ومن ثم تربط حلقه البايل معها، راح تكون حلقتين جدا بسيطات، وان شاء الله يا ربي قدرت اوصل صوره مبسطه وكامله عن الموضوع. في حال عندك اي سؤال او اي استفسار بامكانك مراسلتنا على الموقع، وان شاء الله نرد عليك في اقرب فرصه ممكنه. حتى التقيكم في المره القادمه، اترككم في رعايه الله وحفظه.